مرحبا بكم. البداية مع سوق المال، حيث تجاهلت مؤشرات البورصة المصرية تجاهلت التداعيات السلبية لحادث طابة الإرهابي، ليسجل المؤشر ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الاثنين. ولاقت السوق دعما من عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والعربية والمحلية على أسهم منتقاة في قطاعات الإسكان والعقارات والبنوك، كما غلب الارتفاع على أسهم قطاع السياحة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق حقق مكاسب تقدر ب 2.4 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 437 مليار جنيه. عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير التعاون الدولي أشرف العربي، استعرض ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة. وأشار العربي إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومي، بما يوضح زيادة معدلات التنفيذ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وقد وصل المبلغ الذي تم سحبه حتى الآن نحو 16.3 مليار جنيه من إجمالي 50 مليار جنيه تتضمنها الخطة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ثبات معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام 2013 عند مستوى 13.4% بعدد 3.6 مليون متعطل. وأشارت بيانات الجهاز إلى ارتفاع المعدل مقارنة بالربع الأخير من عام 2010، والذي بلغت فيه نسبة البطالة 8.9% من إجمالي قوة العمل، الأمر الذي يشير إلى استمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة. وكشف الجهاز عن أن حجم القوى العاملة خلال الربع الرابع من عام 2013 بلغ 27.3 مليون فرد، بزيادة تقدر ب 89 ألف فرد عن الربع السابق. قال مراسل النيل في المحلة، قال إن عمال شركة الغزل والنسيج واصلوا الإضراب لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم والمتمثلة في إقالة رئيس الشركة القابضة والمفوض العام للشركة وتطبيق الحد الأدنى للأجور. ويأتي استمرار الإضراب على الرغم من أن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة التقى الأحد بوفد من القيادات العمالية المصرين أو المضربين لبحث الأزمة. وفي محافظة البحيرة، واصل المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، واصلوا الإضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي. وطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور والحصول على العلاوة الاستثنائية ورفع بدل الوجبة وإقالة رئيس الشركة القابضة، بالإضافة إلى حل مجلس نقابة أو النقابة العمالية وتوفير سيولة مالية لرفع كفاءة التشغيل بالمصنع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الغربية السيد ياسر أبو شامية الصحفي بجريدة الأهرام المسائي. سيد ياسر، يعني كان هناك اجتماع مع وزير القوى العاملة وكانت هناك أنباء عن تعليق الإضراب، ما الذي حدث؟ لا، على عكس المتوقع، واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم اليوم الثامن زي ما حضرتك ذكرت على التوالي. رفضوا جميع الوعود اللي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع كمال أبو عيط وزير القوى العاملة بمكتبه بمقر الوزاره بالقاهره مساء امس. كان في وفد من العمال وقادات الشركه توجهوا في محاوله لايجاد حلول للازمه القائمه، لكن العمال رفضوا كل الاتفاقيات والوعود بانهاء اضرابهم اللي هم اسبابهم، يعني اعلنوا ان هو ما فيش وضوح للرؤيه خاصه في البند الخاص باقاله المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركه القابضه، رغم موافقه وزير القوى العامله على ما وزير القوى العامله على اقاله رئيس الشركه القابضه. لكن العمال طلبوا بتعليق منشور رسمي في مصانع واقسام الشركه المختلفه يفيد صدور قرار رسمي من اسامه صالح وزير الاستثمار بإقالة رئيس الشركة القابضة بصفته هو المسؤول عن هذه القرارات. هناك محاولة برضو قام بها الدكتور الأستاذ محمد الصباغ وزير القوى العاملة منذ قليل مع عمال الشركة في محاولة جديدة لسماع مطالبهم. العمال تمسكوا بموقفهم وأعلنوا عن أربع مطالب كان طبعا على رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة، لكن وكيل وزارة القوة العامة بالغربية على الأعلن أنه هو سوف يتم عرض مطالبهم على وزير الاستثمار، وال
والبت فيها، لكن ما زال الموقف متجمد. كان بتردد برضو ايضا وصول بانتظار وصول عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال شركه الغاز والنسيج في محاوله ايضا لانهاء الازمه. سيد ياسر ابو شاميه الصحفي بجريده الاهرام المسائي، اشكرك شكرا جزيلا. أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد أن مصر تدعم السولار والبنزين بنحو 280 مليون جنيه يوميا. وفي الوقت نفسه أعلن وزير الكهرباء المهندس أحمد إمام أعلن أن الوزارة ستحدد للمستثمرين خلال عام سعر تنافسي لطاقة الرياح ليتم عرضها على المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع أراضي وإنشاء مزارع لطاقة الرياح للعمل بهذا السعر المحدد أو أقل منه. ختام هذه الوقفة الاقتصادية في ساعتنا الإخبارية الشاملة، وهذه عودة إلى الزملاء فوزي ودينا لاستكمال ما تبقى منها. أشكرك لميس. السيدات والسادة نتواصل مع حضراتكم في عرض الأنباء. أكدت رئاسة الجمهورية على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب الليبي النابعة من إرادته الوطنية الخالصة والرافضة لأي تدخل خارجي في شأن ليبيا. يأتي هذا بينما احتفل الشعب الليبي بالذكرى الثالثة لثورة 17 من فبراير والتي أطاحت بنظام القذافي الذي جثم على البلاد طيلة 4 عقود من الزمان. تجمع آلاف الليبيين في العاصمة طرابلس لاحتفال بالذكرى في كل ربوع ليبيا، وشارك سكان العاصمة وضواحيها في هذا المهرجان الذي أقيم بميدان الشهداء، وهم يرفعون رايات الاستقلال ويطلقون الألعاب النارية والهتافات والتكبير مرددين أناشيد الحرية والثورة. أدانت مراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال 12 مريضا خلال العام الماضي من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة أثناء محاولاتهم الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية لتلقي العلاج. وقد طالبت مؤسسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المرضى وتأمين حصولهم على العلاج. هذا معبر بيت حانون إيرز، المعبر الوحيد لخروج الغزيين المرضى للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو إسرائيل، بات اليوم مصيدة لاعتقال الفلسطينيين، فالداخل فيه مفقود لا يضمن العودة. بدي ابني. أم نعمان ريحان مسنة فلسطينية حصلت قبل 4 أشهر على تحويلة للعلاج في الشطر الثاني من الوطن. خرجت إلى معبر بيت حانون برفقة ابنها نعمان المريض أيضا، لتفاجأ باعتقال إسرائيل لابنها دون معرفة الأسباب. دخل على اليهود من غير شر أخذوه، ما جاء مرجش علي، صرت أدعنا أكبر على اليهود. ابني في بنت قاعدة على المكتب اللي أنا بقول لها بحياة أمك بحياة أمك تروحي تجيبي لي ابني، والله وراحت البنت، رجعت لها بتقول لي حبيبي فش ابن، خلاص ابنك فش. ابتزاز إسرائيلي لا إنساني لحالات إنسانية تسعى فقط للحصول على حقها في العلاج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل حاجة الفلسطينيين في استدراجهم لمستنقع العمالة أو اعتقالهم عبر مصيدته المسمى معبر بيت حانون. خلال العام الماضي تقريبا وصل عدد المعتقلين من المرضى أو مرافقيهم حوالي 12 معتقل. هذا انتهاك جسيم ومنظم ترتكب سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على سلطات الاحتلال ليس فقط تسهيل وصول المرضى إلى المستشفيات بل وضمان تلقي المرضى من سكان الأراضي المحتلة العلاج والرعاية الصحية المناسبة. بين أوجاع المرض والخوف من الاعتقال يعيش الفلسطينيون في غزة واقعا مأساويا تتفنن فيه إسرائيل في ابتكار الأساليب اللا إنسانية لتعذيبهم دون أي خشية من مساءلة دولية لا يبرر غيابها. عمر بشير للنيل قطاع غزة.
اقتحم أكثر من 40 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك اليوم من باب المغاربة بحراسات معززة من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي. من ناحية أخرى، أقرت ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للكنيسة الإسرائيلي قانونا جديدا يقضي بإدخال مادة جديدة تسمى دولة الشعب اليهودي، والتي ستدرس للطلاب الفلسطينيين من عرب 48 في المدارس الإسرائيلية. في ظل المباركة للقوانين المتطرفة في أروقة الكنيسة، أقرت ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع تعديلا على قانون التعليم الرسمي في إسرائيل يقضي بإضافة بند دولة الشعب اليهودي في المناهج التعليمية والتي ستدرس للطلاب اليهود وفلسطيني الداخل بدءا من الأساسية منها ووصولا إلى العليا. أولا، هذا الموقف أو هذا العمل هو مرفوض تماما من قبلنا كفلسطينيين. إضافة لذلك، هي فقط مجرد تربية الطفل الإسرائيلي اليهودي الإسرائيلي الموجود في إسرائيل على كيفية كره أي حل وأي وجود للفلسطيني حتى في الضفة الغربية أو في مكان آخر، وهو ضغط بالمقابل على القيادة الفلسطينية من أجل أن ترضخ لمطلب نتنياهو بيهودية الدولة والاعتراف فيها. هذا التعديل، والذي عزاه المراقبون أنه يأتي ضمن عدة مشاريع مدرجة على جدول أعمال الكنيسة لتحديد مكونات هوية الدولة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بيهوديتها والحفاظ على الأغلبية فيها وهم اليهود، عدا عن عرقلة أي تسوية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. أولا، هذا قانون ذات أبعاد تمييزية عنصرية تقوم بها إسرائيل بهدف إيجاد الفصل العنصري ما بين اليهودية كيهود وبين الفلسطينيين كعرب أو الدروز بحسب انتماء كل أو الشركس في داخل إسرائيل. لهذا السبب إسرائيل هي تحاول أن تجعل نفسها على غرار ألمانيا بأن شعب الله المختار وأنها فوق العرق البشري ككل، من خلال اتخاذها مثل هذه المواد القانونية التي لا تتساوى فيها النظم في داخل دولة إسرائيل. مناهج دولة الشعب اليهودي وفي حال تطبيقها ستؤدي إلى قطع فلسطيني الداخل المحتل بشكل تدريجي عن جذورهم القومية والإسلامية، كونها ستدرس في المدارس العربية نحو سياسة إسرائيلية واضحة لتشويه الهوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، وتمهيدا للوصول إلى إخلاء الكيان الإسرائيلي من الفلسطينيين. تكريس مفهوم دولة الشعب اليهودي في المناهج التعليمية الإسرائيلية، والذي من شأنه أن يزيد من التهميش والإقصاء وزيادة النزعة العنصرية للطلاب الفلسطينيين، قانون جديد يفند مزاعم إسرائيل بأنها مصدر للديمقراطية في الشرق الأوسط. ثروة شقرة، الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. متواصلون مع حضرتكم مشاهدين في بانوراما النيل، ولكن في مجموعة من الأنباء الرياضية.